موضوع كمان قبل ما نصل للمسابقة التانية، في قضية من القضايا عندنا كمان، فكرة أو فقرة ألبوم من ألبوم فلان، والفقرة دي اللي حضرتك حابب منها نتذكر مع السادة المشاهدين حاجات كتير قوي حضرتك شايفها قيمة جدا في تاريخ الرياضة وكرة القدم المصرية. انت عارف ديت، وفي فقرة تانية مش حلوة، خليها الأسبوع الجاي إن شاء الله. دي مهمة جدا إنك أنت بتتذكر، هتبقى قراية جديدة في أحداث قديمة. واحنا ضفنا البوم يعني واحد من نجوم النادي الاهلي، وعايز بس مع الكابتن محمود صالح، وعايز بس اقول ان الكابتن محمود صالح ليس مجرد انه لاعب كره او نجم كره، انما من يعني انا عايشت عدد كبير جدا من نجوم الكره في مصر كلها. من اكتر الناس انك انت بتحس فيه، يعني هو محمود من اسوان، تحس فيه الاصاله والهدوء والرجوله محمود صالح ده حاجه جميله جدا على فكره، جدا ودغري وطيب، شخصيه فيها صراحه وعازف عن الظهور في اي مكان والكلام ده كله. يمكن زي منا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم لما عمل الصوره دي من البوم فلان، وانا شايفه انه اختيار موفق جدا ان هو يبدا من النقطه دي. هم عرضوا الصوره لحضرتك على الشاشه من البوم فلان، وده صوره من ذكريات الكابتن محمود صالح. خلينا نتذكر اللقطه دي يا استاذ ابراهيم. هو فين الكابتن محمود؟ الكابتن محمود هيكون معانا خلال لحظات على الهاتف، ولكن اللقطه كانت بتجمعه مع الكابتن الخطيب والراحل الكبير الكابتن ثابت البطل، والصوره في السودان بعد اداء مباراه الذهاب في نهائي البطولة الأفريقية عام 1987 أمام الهلال السوداني. وبيأكد زميلنا العزيز عبد الحكيم أبو علم بيقول لنا أنه هيكون معنا دلوقتي على الهاتف خلال لحظات كابتن محمود صالح. الذكريات أو الصور الفوتوغرافية دي جزء من ذاكرة الرياضة المصرية، جزء مهم جدا يا أستاذ إبراهيم. هي جزء مهم. معانا كمان كابتن محمود، اتفضل يا أستاذ إبراهيم لو حابب. هو جزء مهم جدا للأسف أخفي الإعلام، لأن إحنا ما كانش عندنا مجلات مصورة لغاية سنة 90 لغاية الأهرام الرياضي ما ظهرت. والصورة دايما في البرنان الجريدة اليومية بتبقى حظها قليل. البرنان بيبقى بيهتم جدا بالمادة التحريرية أكتر من الصورة عشان مساحته، غير ما تطلع مجلة. فالصور اللي بتحمل الذكريات واللي ممكن فيها حكايات واللي اتقال الكلام ده كله يعني اتهدرت. احنا الاستاذ برجاوي والاستاذ عبد الحكيم بلغوني ان معانا الكابتن محمود صالح دلوقتي وجاهز وبيسمع حضرتك. كابتن محمود مساء الخير. اهلا بيك، ومعانا في الاستوديو الكابتن الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي، وسعداء بمشاركتك معانا لاول مره واحنا بنستعرض ذاكره الرياضه المصريه وصور من البومات نجوم كبار في تاريخ الكوره وفي تاريخ النادي الاهلي والرياضه المصريه. مساء الخير يا كابتن محمود. ابراهيم بيه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. البتاع أنا طبعا متابع البرنامج بتاع حضرتك من الاول، وحضرتك منور، الاستاذ محمد منور. ربنا يخليك يا كابتن محمود. طيب انت خليك بقى منور معانا، واوعى يكون الزهايمر لحقك، لان الصوره دي بقى لها كام سنه يا محمود. لا الصوره دي في مطار الخرطوم يا كابتن. ايه الحكايه بقى بتاعتها؟ قول لي، احكي لي كده. كنتوا رايحين فين وجايين منين؟ قول لي كده. دي كانت في مطار الخرطوم، وكنا لعبنا مباراه الذهاب في كاس دوري ابطال افريقيا سنه 87. وبعدين انت بتروح فين يا محمود؟ اتعادلنا احنا في المباراه الاولى، مباراه الذهاب 0-0، فوزنا 2-0 في مباراه العوده واخدنا البطوله. طب لاجل خاطري والنبي ما تهدي التلفزيون شويه عشان تبقى معانا، عشان تبقى سمعنا بوضوح. يعني لا، اصل الصوت يعني. في صوت اسرع من الصوت، فدي مشكله. لا احنا عايزين بس حضرتك تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. اسمعني من التليفون مش من التلفزيون، لان لو من التلفزيون هتتاخر شويه. تمام ماشي. قول لي، كان هناك تعادلتوا 0-0 ولقينا هنا الماتش ده كسبناه 2-0. قول لي يا محمود، عايز اسالك على حاجه هنا في النقطه دي. احنا عندنا عاده، يعني يا رب يقطعها بقى العاده ديت، حكايه ان احنا نطلع بره نبقى ايه، يعني اقصى امانينا ان احنا نتعادل. خدت بالك؟ ايه رايك انت ايه في الموضوع ده؟ انا يعني طلعنا اشعاعات كتير، يقول لك الحر والاكسجين والاسوده والحاجات دي كلها، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ هي يمكن في المباريات الخارجيه يا ابراهيم، ده يمكن كان اكبر مشكله بالنسبه لنا مستوى التحكيم. كان دايما يعني بيبقى في مشاكل في التحكيم. اعتقد دي يعني مع المتابعه والبطوله كلها بتبقى يعني على الهواء كله شايفه كويس، والمسؤولين كلها الاتحاد الافريقي مثلا بطوله على مستوى القاره، فدي اعتقد دي مشكله يمكن زالت. اعتقد يمكن ممكن برضو موضوع الملاعب اتحسنت كتير. انا بتكلم على فتره الثمانينات اللي احنا كنا بنلعب فيها حضرتك، كان عدى اكثر من 30 سنه دلوقتي. الملاعب برضو اعتقد اتحسنت كتير،
اصبح يعني امكانيه ان الفرص بتبقى متساويه بقى، يعني التحكيم ما فيهوش مشاكل، بقى الملعب كويس، بقى في حاجات كتير. يعني النقاط اللي هي كانت بتمثل اعاقه لينا او بتمثل لنا مشكله، الحقيقه يمكن دلوقتي زالت يعني بشكل كبير. فاعتقد اللعب دلوقتي يمكن الظروف اتغيرت حضرتك. المشكله الكبيره كمان اللي كانت تواجهنا زمان حضرتك، لو حضرتك طبعا كنا يعني كنا محظوظين ان حضرتك تكون معانا مشاركتنا دايما في السفرات الافريقيه ديت. مستوى الفرق الحقيقه كان مستوى قوي جدا، ما كانش فيه احتراف مفتوح، وكل الانديه واللعيبه الدوليين موجودين في البلد وبيلعبوا في الفرق الكبيره. كوتوكو، في منتخب غانا، مش عارف تانو اليوندي، منتخب الكاميرون. فبعتقد دي برضو مشكله كانت بتواجهنا، اعتقد ذلك يعني يمكن عندنا فرص كويسه ممكن نحقق نتائج كبيره، مش في ملعبنا بس، ممكن حتى في المباريات الخارجيه. طيب قول لي يا كابتن يعني قول لي بقى يا كابتن محمود، الصوره ديت بالذات كان الكابتن خطيب بيتكلم وانت مركز معايا، لو بقى لا تفتكر بقى ايه اللي كنت بتكلمه في ايه؟ هو كان بيتكلم معايا على مباراه العوده يعني. انا متذكر يعني على الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي عندنا فرصه كويسه والتعادل كويس وعلى فكره الكابتن محمود الخطيب كان لعب معانا مباراه العوده، كان دي اخر مباراه يلعبها لو حضرتك تتذكر. مباراه العوده كانت المباراه الرسميه الاخيره للكابتن خطيب، حوالي ثلث ساعه من افضل فترات حياته الحقيقه. الماتش الثاني ده اللي كان في القاهره، الماتش الثاني بتاع الهلال السوداني في القاهره، في استاد القاهره. ولو في وقت ولا حاجه يكون يبقى عندنا فرصه نشوف جزء من المباراه ديت بعد ما الكابتن خطيب يعني اشترك في المباراه، يا ريت يعني. ان شاء الله ان شاء الله نستعرض جزء من المباراه. اسالك على سؤال ثاني. اتفضل. انت طبعا كنت بتلعب يعني انت قاعد جنب كابتن ثابت رحمه الله عليه، وكنت قدامه على طول، انت لعبت قدام كابتن ثابت والكابتن اكرامي. وكابتن شوبير برضه. وكابتن شوبير. طب قول لي بقى كده يعني ايه يعني انت في اختلافات اكيد ما بين اكرامي وثابت وشوبير، مين عصبي ومين كذا ومين ايه احكي لي كده يعني. هو اتكلم مع كابتن ثابت يعني، ممكن اتكلم شويه كابتن ثابت الله يرحمه يعني. كابتن ثابت الحقيقه انا كنت يعني من المقربين ليا، وانا كنت مقرب ليه يعني، كان في علاقه كويسه بينهم من بعض الحقيقه. ويعني اذا اتكلمت على كابتن ثابت يعني على يعني سماته الشخصيه اللي كلنا نتفق عليها، يعني كابتن ثابت كان يعني كلمه الرجوله دي يعني بكل معانيها يعني موجوده عنده، الشهامه، الاخلاص، حقيقه حبه للنادي واخلاصه وحبه لزمايله الحقيقه. معلش دايما بجيب سيره كابتن ثابت دايما بتاثر شويه، لان هو كان شخص عزيز عليا الحقيقه يعني. الله يرحمه. المستوى الفني متقارب طبعا كان كابتن ثابت وكابتن اكرامي، بس انا الحقيقه يمكن لما بتشوف المباريات القديمه كنت بحكم على شوبير ان هو اقل منهم الحقيقه. لا شوبير كان معاهم في نفس المستوى وقريب منهم الحقيقه. حسيت بده بعد معهم طبيعه الماتشات القديمه اللي انا بتفرج عليها. لا طب انتوا دايما 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 بيبقى لازم بيبقى بتتكلموا مع بعض، يعني لازم الجون يكون بيتكلم معاك تحديدا، هو اللي شايف الملعب ورا. طبعا حضرتك ذكرت نقطه مهمه، حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا. من خلال متابعه ماتشات النادي الاهلي الحقيقه مفيش حوار في الملعب بين بين اللعيبه وبعضها. احنا كنا دايما نواجه بعض، حد الحارس في الخلف يوجهني، وانا مع لعيبه خط الوسط مجدي عبد الغني علاء اي حد سامع عرب ايا كان يعني بنوجهه وبنتكلم مع بعض، وانا بشوف انه واقف فين ونوجه زميلي، وفي تركيز وفي حوار في الملعب. دي انا للاسف دي مش موجوده دلوقتي بشكل كويس. مش دي نقطه مهمه جدا هتاثر كتير في النتائج وفي اداء الفريق. النقطه الثانيه برضو احنا كنا محظوظين يا ابراهيم بيه واستاذ محمد. معاك يا كابتن محمد. مع بداياتنا كان في شخصيات قياديه الحقيقه، يعني انا بلعب ورايا مثلا الكابتن اكرامي، الكابتن ثابت، وهنا في نص الملعب في مثلا مجدي عبد الغني المختار مع احتفاظ بالالقاب، كابتن الخطيب قدام، الكابتن مصطفى عبد الحق، كان في شخصيات قياديه الحقيقه ساعدتنا كتير ان احنا توجيهاتهم في الملعب بتفرق مع الفريق كله. في فترات قليله تواجدنا مع الفرقه وكان لينا دوره كبير من اول فتره لعبنا فيها الحقيقه. طيب كابتن محمود، يعني التنسيق بين الحارس وبين خط دفاعه وتوجيهه لهم خصوصا لو هو من اصحاب الخبرات الكبيره امر بيفرق جدا مع الفريق.
طبعا طبعا اللعيب مش هيقدر مركز 90 دقيقه. هرجع لتحديات قوه الذاكره اللي اشار لها استاذ ابراهيم بسؤال اخير قبل ما نختتم معاك المداخله الجميله والاتصال الجميل يا كابتن محمود. فاكر تشكيل الفريق ولا نفكرك بتشكيل الفريق في المباراه دي؟ مين تاني كان معاكم في التشكيل اللي ابتدى المباراه دي؟ ده فكرني اكيد شوبير موجود. سؤال صعب احنا عارف. لا ده كويس كابتن احمد شوبير وربيع مع حفظ الالقاب للجميع. ربيع كان بيلعب وسط مدافع تقريبا. حمدي ابو راضي مظبوط. كابتن ربيع ياسين. كابتن حمدي ابو راضي. ربيع ايمن شوقي طاهر ابو زيد. طب ده ما شاء الله الذاكره زي الفل يا كابتن محمود. ما شاء الله ما شاء الله. هقول لك التشكيل كله كمان. طاهر ابو زيد كابتن انور سلامه. كابتن انور سلامه مدير فني. كريم حسن صح مظبوط مظبوط. هقول لك التشكيل كله زي ما هو موجود قدامنا. اعدوا فريق الاعداد فكرنا كمان تشكيل المباراه دي يا كابتن محمود. كابتن انور سلامه مدير فني واعتمد التشكيل ده مع حفظ الالقاب للجميع طبعا. احمد شوبير، ابراهيم حسن، حماده صدقي، محمود صالح، ربيع ياسين، حمدي ابو راضي، علاء ميهوب، بدر رجب، طاهر ابو زيد، ايمن شوقي، وحسام حسن، وغاب ضياء السيد واسامه عرابي للاصابه، ومجدي عبد الغني للايقاف لمده عام افريقيا في هذا التوقيت. كله مظبوط. المعلومات اللي قلناها سليمه. تمام يا كابتن محمود. يعني انا كنت بتكلم على انك انت من الناس اللي ينظر ولدهم الحقيقه يعني بسم الله ما شاء الله على الله على على خليك ده اعتز بيها يعني. بس انت كبيره زي حضرتك. بس انت بقى كده طلعت يعني انا كده ويمكن عايز تثبت لنا انك انت يعني مش الزهايمر متاخر. لا ده انت عندك زهايمر متاخر خالص. ده انت مش فاكر حمد ابو راضي اللي جنبك يا راجل. انت لا افتكر اسماء يا زلمه. افتكر اربع او خمس اسماء على الاقل. شكرا. بس يا كابتن محمود شرفتنا وسعداء بمشاركتك معانا في الحوار ده. اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر والكرة المصرية السابق.